الجيش الروسي أوقع القوات الأوكرانية بفخ جديد، فخ قوي، وعلى محور مهم للغاية بدأت تعمل عليه أوكرانيا على مستوى عالي للغاية وعلى المستوى العسكري بكل تأكيد. هذا كله جاء بتفاصيل مثيرة قد نشرت يوم أمس من قبل وزارة الدفاع الروسية بهذا الشكل، والحديث بشكل مباشر عن جسر أنتونوفسكي الذي يأتي طبعا عبر نهر الدنيبر وبالقرب بكل تأكيد من خيرسون. التيلر ريبورت هي التي أيضا نشرت تفاصيل ما جرى، كذلك الأوساط الأوكرانية تحدثت عن ما جرى بالضبط بالنسبة للقوات الروسية والقوات الأوكرانية. والروس هنا استخدموا من خلال هذا الفخ الذي طبعا نصبوه للقوات الأوكرانية، استخدموا صواريخ إسكندر، صواريخ الخداع الكبير، صواريخ لديها قدرة عالية على المراوغة وكذلك على مستوى التدمير. وهنا نتحدث نحن عن خيرسون بشكل مباشر هنا، بحيث لكي نعرف هذه التفاصيل ونعرف المنطقة هنا في خيرسون. هذه هي خيرسون وهذا هو جسر أنتونوفسكي. القوات الأوكرانية عبرت نهر الدنيبر وصلت إلى قرية داتشي، ولكن كان الفخ حاضرا بالنسبة للقوات الروسية. وقد نشرت أساس وزارة الدفاع الروسية هذا المقطع للضربات التي تأتي بصواريخ إسكندر البالستية التي تعتبر طبعا متوسطة المدى، وكذلك استخدموا القنابل الحارقة بحسب ما تداولته طبعا الأوساط الروسية وحتى الأوساط الأوكرانية في عملية ضرب مخابئ القوات الأوكرانية التي عبرت ضفاف نهر الدنيبر. هذه هي صورة أوضح لحقيقة ما جرى. هذا هو جسر أنتونوفسكي الذي جرى تقريبا منذ أسبوع. القوات الأوكرانية استفادت من مسألة قصف كبير عرضته لهذه المنطقة، وطبعا مواقع القوات الروسية التي كانت تعتبر موجودة هنا في قرية داتشي تعرضت إلى ضربات كبيرة مدفعية وصاروخية من القوات الأوكرانية، وهذا ما دفع طبعا القوات الروسية أن تنسحب إلى هذه المنطقة إلى قرية أوليشي كذلك، وهذا ما دفع القوات الأوكرانية أن تعبر في البداية وأن تسيطر على هذه القرية بـ50 عنصرا، وبعد ذلك ازدادوا إلى 120 عنصرا، وبعد ذلك ازدادوا وأصبحت أعدادهم كبيرة وقوية. وهنا يأتي الفخ أن القوات الروسية سمحت للأوكرانيين أن تزداد أعدادهم، أن يستعدوا ليثبتوا أقدامهم، وبدأوا بعمليات هجوم فعلا بهذا الاتجاه على القوات الروسية. بدأت القوات الروسية غير قادرة على فعل شيء بحسب طبعا الكثير من الرقابة والكثير من التفاصيل وما نشر عن هذا الموضوع، حتى جاءت لحظة صواريخ إسكندر وطبعا الراجمات الصاروخية ليحرقوا هذه المنطقة طبعا بضربات عنيفة بهذه الصواريخ التي ذكرناها، وكذلك بالقنابل أيضا الحارقة على هذه المنطقة. وزارة الدفاع الروسية أكدت بأنها دمرت تقريبا جميع الوحدات التي كانت قد عبرت إلى هذه المنطقة والتي كانت قد أوليت لها، وقد تم ترك هذه المهمة لهم لكي يقوموا بها عبور النهر تثبيت أقدام الأوكرانيين للتقدم في محور خيرسون. وكذلك في نفس الوقت أن القوات الأوكرانية أو القوات الروسية بعد توجيه هذه الضربات على الأوكرانيين اتخذوا من هذه المنطقة تحديدا، ودعونا نأخذ اللون الأحمر هنا، بأنهم قاموا بعملية مهاجمة القوات الأوكرانية من الاتجاه اليمين الذي ترونه هنا، واستغلوا طبعا المياه الموجودة هنا في هذا الاتجاه. دعونا نأخذ صورة أقرب لهذه المنطقة، وطبعا إذا ما حاولنا أن نأخذ صورة أوضح في القمر الصناعي لكي نفهم ما الذي فعلته القوات الروسية بعد ضرب هذه المنطقة، استغلوا هذه المياه التي ترونها بهذا الاتجاه باتجاه قرية داتشي. وطبعا الزوارق الروسية هذه المرة كانت حاضرة في المياه بهذا الاتجاه، وطبعا هم تحركوا بهذا الشكل وتسللوا عبر المياه لكي يفاجئوا ويباغتوا القوات الأوكرانية التي تعرضت إلى ضربات عنيفة للغاية كما تحدثنا. وبالتالي كان هذا هو الهجوم المفاجئ الذي حققته القوات الروسية. والروس بشكل عام يقولون بأننا سيطرنا على هذه المنطقة، دمرنا القوات الأوكرانية، لم يبقى منهم إلا القليل في هذه المنطقة، ولكن القوات الأوكرانية بشكل عام والأوكرانيين يقولون بأننا لازلنا موجودين في هذه المنطقة. وطبعا هذه هي لقطات كما تلاحظون بحسب وكالة تاس الروسية للحركة للزوارق الروسية التي ترونها بهذا الشكل في المياه التي طبعا وضحناها لكم في القمر الصناعي. و
الأوكرانيين قالوا بأن لا زال هنالك قتالا كبيرا، ولكن الواضح أن الروس أوقعوا الأوكرانيين في فخ خطير للغاية، وهذا التطور هو يأتي نوعا ما ليصعب الأمور على الأوكرانيين كثيرا، وخاصة أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وضح مؤخرا كما ترون في قبل 3 أيام تقريبا بأن على أوكرانيا أن تحقق نتائجا من الهجوم المضاد الذي طبعا تنفذه الآن على القوات الروسية، بأنهم يبحثون عن إظهار نتائج. وحتى أن الرئيس الصربي على سبيل المثال كان قد تحدث بأن القوات الأوكرانية كما تحدث هنا وكما تلاحظون يوم أمس، قال يوم غد أو حتى اليوم الذي يلي يوم غد، أي بما معنى اليوم أو يوم غد عندما طبعا نأخذ التاريخ بعين الاعتبار هنا، فإن الحديث هنا بأن الأوكرانيين سيقومون ويتوقع أن الأوكرانيين سيقومون بهجوم كبير ومكثف وعنيف على القوات الروسية لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة حتى لحظة انعقاد قمة حلف الناتو في ليتوانيا في 11 و 12 من يوليو، وذلك لأن الأوكرانيين في حقيقة الأمر يريدون يقنعون القادة بأمر مهم للغاية. الأمر المهم طبعا سيكون بحضور الرئيس الأمريكي طبعا جو بايدن إلى ليتوانيا وإلى قمة الناتو المهمة. يريدون الأوكرانيين إقناع القادة بما فيهم الرئيس جو بايدن بأننا قادرون ونريد الانضمام إلى حلف الناتو بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية. هو أمر أوضحه طبعا وزير الخارجية الأوكراني كوليبا، الذي قال بأنه إذا انتهت الحرب الروسية الأوكرانية ولم تضم أوكرانيا إلى حلف الناتو فهذا سيعتبر انتحارا، لأن روسيا ستقوم بعمليات أخرى وحروب أكبر تستنزف الجميع، تهدد الجميع، ندخل في سيناريوهات حرب نووية وغيرها. وعلى هذا الأساس يجب عليكم التفكير جديا من خلال هذه القمة بأن تكون أوكرانيا من ضمن حلف الناتو بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لكي يكون الأمر رادعا لبوتين. بوتين فكر مرة أخرى في القيام بحرب، فمن هاجم أوكرانيا على سبيل المثال الناتو سيكون حاضرا، وبالتالي ستكون المسألة رادعة لبوتين بحسب طبعا ما يراه الأوكرانيين. ولكن المشكلة هنا الحقيقية بأن مسألة التقدم الذي يتحدث عنه الأوكرانيين قبل انعقاد هذه القمة في 11 و 12 من يوليو تواجه المصاعب، لا تواجه المصاعب فقط على مستوى هذه المنطقة التي تحدثنا عنها ألا وهي خيرسون، لا أبدا، بل أيضا على مستوى الخطوط الدفاعية التي تأتي في محور زاباروجيا. المشكلة في الوضع الطبيعي هذه الخطوط الدفاعية عادة على المستوى العسكري عندما تأتي وعندما تواجه مثل هذه الخطوط العسكرية أو الخطوط الدفاعية، فيجب على الطيران أن يكون هو الذي حاضرا في معالجة هذه النقاط والخطوط الدفاعية قبل تقدم على سبيل المثال القوات الأوكرانية، ستكون فعالة للغاية إذا ما تمت بهذه الطريقة. المشكلة أن الأوكرانيين لم يحصلوا على طائرات F-16، لا يمتلكون طيران قويا أبدا، بالعكس روسيا هي من تمتلك الطيران، وعلى هذا الأساس هم يعتمدون على المدفعية بالدرجة الأساس، وهذا يعني هم بحاجة إلى الملايين من القذائف المدفعية لكي يتحصلوا عليها من حلفائهم إن كانوا على مستوى حلف الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية، لكي يحققوا نتيجة مرضية في تدمير الخطوط الدفاعية التي ترونها هنا، ولكي يتقدموا بفاعلية أكبر. والمشكلة أن الأوكرانيين طالبوا في حقيقة الأمر بحسب ما نشرته الأوساط الأوكرانية طالبا وأرسلوا طالبا إلى رئيس أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي، وقالوا له بأننا نريد على الأقل 100,000 قذيفة مدفعية على الأقل في هذه الفترة لكي نستخدمها في الفترة القادمة على هذه الخطوط الدفاعية لنضعفها لنتقدم إلى هذه المناطق ونحقق نتيجة مرضية. والمشكلة هنا أنه لم يكن أحد يتوقع في حقيقة الأمر أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وبأن أوكرانيا بحاجة لكل هذه القذائف المدفعية وغيرها، وبالتالي حلف الناتو وغيرهم لديهم أيضا مشكلة في عملية تزويد الأوكرانيين بمثل هذه القذائف المدفعية أو غيرها بسرعة كبيرة كما يطلب الأوكرانيين، وأيضا في نفس الوقت لوجستيا الأمر صعب للغاية لأن المنطقة مراقبة من قبل الروس، ونقل مثل هذه القذائف قد تتعرض إلى ضربات من قبل القوات الروسية. لذلك المسألة بالنسبة لهذه الخطوط الدفاعية تبدو صعبة للغاية على الأوكرانيين لكي يحققوا شيئا في هذه المنطقة. ليس هذا فحسب، بل إن الجيش الأوكراني اعترف في حقيقة الأمر بأن القوات الروسية تحقق تقدما في لوغانسك باتجاه خاركيف، وبأن هنالك قتالا كبيرا يجري في تلك المنطقة، بالتالي
وبالتالي يبدو الأمر صعبا للأوكرانيين كي يحققوا نتيجة حقيقية على الأرض قبل قمة حلف الناتو. على الأوكرانيين أن يقوموا بالكثير، وهذا تحدي كبير للأوكرانيين ليثبتوا للجميع بأنهم فعلا قادرين على خوض معركة حقيقية بهذا الاتجاه. والروس لا يكتفون على مستوى الخطوط الدفاعية وغيرها أو الهجوم من لوغانسك باتجاه خاركيف أو إيقاع الأوكرانيين في طبعا الفخاخ العسكرية التي نتحدث عنها أو مثل هذا الفخ الذي ذكرناه في خيرسون، وإنما أيضا هناك استهدافات مستمرة بالطائرات المسيرة بحسب ما ذكرته طبعا النيويورك تايمز يوم أمس. اليوم وزارة الدفاع الأوكرانية تحدثت أن ما يقارب 17 طائرة مسيرة من طائرات شاهد 136 المفخخة الإيرانية هاجمت أوكرانيا، 13 منها تمكنوا الأوكرانيين من إسقاطها. واحدة من هذه الطائرات على سبيل المثال اليوم قد ظهرت وهي تضرب إحدى المنازل أو النقاط الموجودة في منطقة سومي التي تأتي إلى غرب خاركيف طبعا. وكذلك في نفس الوقت أن الروس بدأوا يتحدون هذه الصواريخ الرهيبة، صواريخ الستورم شادو طبعا البريطانية، وهي صواريخ كروز زودت بها بريطانيا أوكرانيا وحققت نتائج كبيرة. الآن الروس بدأوا يتصدون له، نشروا هذا المقطع من داخل منظومة بانسر اس 1 التي ترونها، وهي تقوم برصد هذا الصاروخ وهو يتحرك بالرادارات بهذا الشكل كما تلاحظونه. هو نفس الصاروخ بهذه الطريقة انطلقت طبعا المنظومة الدفاعية لتتصدى لهذا الصاروخ، واضح جدا الصاروخ طبعا ستورم شادو لتتصدى له. روسيا تتحدى كل شيء تحاول أوكرانيا باتجاهه، وليس هذا فحسب، المسألة ليست على المستوى العسكري فقط، وإنما هنالك تطورات على المستوى الاقتصادي، وتحديدا عندما نتحدث عن منظمة بريكس. هنالك قمة للناتو قادمة كما تحدثنا في 11 و12 في يوليو، ولكن بريكس قادمة أيضا، وهي قادمة وستعقد أساسا قمة لها في أغسطس أي الشهر القادم. وطبعا عندما نتحدث عن بريكس فإن هنالك تفاصيلا في ليزيكو التي ترونها، تفاصيلا نشرتها هذه الصحيفة الفرنسية، هي أول صحيفة يومية اقتصادية فرنسية تم إنشاؤها في عام 1908. نشرت تفاصيلا عن طبيعة الاجتماع الخاص في بريكس، وهي كانت قد نشرتها بهذه الطريقة التي ترون، وأوضحت طبعا بشكل واضح بأن هذه المجموعة التي ترونها من الدول الأعضاء الموجودة في بريكس، إن كانت الصين أو حتى ساوث أفريكا أو جنوب أفريقيا أو حتى البرازيل، روسيا، الهند، هذه الدول فقط لوحدها تشكل 40% من العالم بأكمله. بالإضافة إلى ذلك بأن إيران ستنضم إلى هذه المجموعة، سمعنا عن المملكة العربية السعودية وانضمامها إلى هذه المجموعة، بالتالي هي ستحقق أكثر من نصف سكان العالم. وبحسب هذه الصحيفة فإن هذه المجموعة بحد ذاتها هي قادرة على عملية التخلص من أي ضغط على سبيل المثال تتعرض له من الولايات المتحدة الأمريكية، بل إنهم يرون أن الشهر القادم هذه المنظمة ومن خلال القمة التي ستحققها هي ستتخذ قرارا بالتخلص من الدولار الأمريكي والاعتماد عليه. وبوادر عملية التخلص من الدولار الأمريكي بدأت تظهر على مستوى الهند، تفاصيل مثيرة للغاية نشرت من وكالة رويترز بشكل حصري اليوم كما ترون هنا في 3 يوليو. كانت قد تحدثت بشكل واضح بأن مصانع التكرير الهندية بدأت تتعامل باليوان الصيني مع النفط الروسي الذي تتحصل عليه أو الذي تستورده طبعا من روسيا. وبلومبرغ أساسا قد نشرت اليوم أيضا تفاصيلا بأن روسيا وصلت إلى أعلى مستويات الصادرات النفطية على الإطلاق الشهر الماضي إلى الهند، فهي حققت 2.2 مليون برميل في النفط يوميا أرسلته إلى الهند. هو رقم عالي للغاية، وهو يتم شراءه باليوان وليس بالدولار الأمريكي. وبالتالي روسيا رغم كل الضغوط التي تتعرض لها إلا أنها لسبب ما على مستوى الاقتصادي تتحرك قمة بريكس، على المستوى العسكري كر وفر وتلعب أدوارا مهمة من أجل إبطاء القوات الأوكرانية وإفشال هجومها المضاد قدر الإمكان.